اهلا بكم ومرحبا في حلقه جديده من برنامجكم طبخه ونص. هنعمل النهارده مع بعض صنف جديد جميل لطيف دسم شويتين، وممكن طبعا وانا بشتغله هقول لكم اذا كنتوا مش حابين تعملوه كده تعملوه ازاي. اوكي، بس هو لطيف يعني. هنعمل صدور دجاج بصوص دومي جلاس ومرمريه، وهنقدمها مع بطاطس بيوريه وخضار سوتيه. يبقى معايا صدور فراخ منزوعة الجلد، بس الجلد عندي، الجلد بالدهن اللي فيه عندي. اوكي، ومعايا طبعا خضار سوتيه والبطاطس بيوريه، معايا البودره بتاعه الدومي جلاس، ومش اي دومي جلاس واي بودره. اوكي، في شركات معتمده لطيفه جدا، وهقول لكم تتعمل ازاي المواضيع دي. ومعايا مرمريه ومعايا زبده. اول حاجه هعملها هاخد الجلد اللي شلناه واقطعه، اقطعه شرائح شرائح بدهنه بحدوته بحكايته وروايته اهو. اوكي، الموضوع ده ينفع مع البراخ البلدي، البلدي مش الحمراء، البلدي البلدي يعني، هي مش الفراخ المزارع اللي هي حمراء اللي يقول لك عليها بلدي وما هياش بلدي ولا تنط البلدي بصله. هي فراخ مزارع برضو، بس ايه لونها ايه، محمر ريشها احمر. لا، دي مش بلدي، البلدي بلدي يوكل. اوكي، نغسل ايدينا وبلدي يبقى عتاقي مش بدارة، علشان يبقى فيه دهن، تبقى الدنيا كده ايه، تنزل الدهن بتاعها، فنقدر نسوي فيه الفراخ بدل ما نحط لها زيت وكلام من ده. اوكي، فانا هخلي ده يتحمر 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 وينزل دهنه ويقرمش. ممكن احط له سنة زيت صغيرة تساعده بس. اوكي، ونشيل دي، ممكن سنة زيت صغيرة تساعده كده. سوري، شغالين. اوكي، طيب نحمر نحمر. اوكي، نحمر نحمر اهو لغاية ما يقرمش بقى، يصفي دهنه خالص ويقرمش. لو هتعملوه بفراخ بلدي يبقى حلو قوي، العتاقي دي بتبقى دهنها جميل وحلو قوي. هتعملوه بالفراخ المزارع يعني البيضه او الحمراء، عايزين فرخه تقيله عشان تبقى كده فيها دهن، لان الحدوته دي ماشيه مع الدهن. طب ممكن نعمل ده بايه كمان يا شيف؟ اقول لكم تقدروا تعملوه بصدور البط. هتنزعوا برضو الجلد بتاع البط والدهن وتسيحوه دهن البط، وتعملوا وتسيحوه دهن البط لغايه ما يبقى كده شويه دهن حلوين، بعدين تبقوا ايه، تحمروا فيه صدور البط. اوكي، وبرده بطه تقيله. عيش بقى انت مع بعض شويه كمان كده لما تقول خالص وتقرمش، تبقى حاجه حلوه قوي. خلوني اجيب برده ايه، بلانشه ثانيه اهي، بلانشه. اوكي، ادي صدور فراخ. وهشيل هذا. تمام؟ ومعاهم برضو بس يبقى لوحده عشان التسوية تبقى مستوية. جميل؟ جميل. ويتشال كده على طول. ده ما في. يبقى دول مع بعض كده ودول مع بعض كده. مسكنا الفراخ بايدينا، نغسل ايدينا.
تستغربوش من الحكايه دي. فراخ بالذات النيه لازم ايه على طول تغسلوا ايديكم وراها. ملح فلفل جميل. يلا وايه وشويه مرمريه في الاخر. لسه ما اتحمرش ما اتحمصش، هو احمر بس ما اتحمصش لسه. فنقلبه كده يقلب. يقلب ويقرمش. هي القراميش دي. اوكي يلا نحط بقى ايه الفراخ. صدور صدور الدجاج كده، خلي ده في النص. اوكي يلا برضو خلي ده في النص. اوكي طيب، امال يا عم انت عمال تقول لنا مرمريه، فين المرمريه؟ هقول لكم فين المرمريه والله، ما تزعلوش مني هقول لكم حالا حالا. بصوا بقى المرمريه، الزعتر، الحاجات اللي بتبقى ناشفه، روزماري اخضر ما فيش فيه مشكله، ناشف ما تحطهوش في مباشره في الزيت او في السمنه. ليه؟ لان عقبال ما ده يستوي يكون الثاني اتحرق، فهو هيتحط بس ايه لما اخد السوى اللي انا عايزه علشان ما تحرقش. ولو تبلتها على طول المرمريه من الاول والمرمريه نزلت وكبست عليها كده مش احلى حاجه، هتتحرق. انا مش عايز ريحه المرمريه المحروقه، انا عايز اروما بتاعت المرمريه الحلوه. طبعا لو فريش يا سلام، مش احلى من كده. لما ده ايه يتحمش يتحمش ونطلعه ونشوف الدنيا عامله ايه. ممكن جدا طبعا. يا ولد طيب بصوا بقى، انت بقى كده ايه مع نفسك وبراحتك، هناخد دول ولا لسه؟ لا لسه. طب وانتوا مالكوش نفس يعني؟ يلا بس دول مش هيقعدوا، هيقعدوا كتير يعني، دول على طول على طول هنشرب. طيب هنحط هنا او كوب يعني، بالتالي نحط كوبايتين يمكن الا سنه صغيره ما نشوف. وناخد دي كده، هو كل كوبايه المفروض تاخد ايه 3 معالق. اوكي فلو معايا هنا 6 معالق يبقى انا ما فيش عندي مشكله، معلقه بتبقى كده على فكره مش مطرعمه لفوق. اوكي 2 ادي 3 كده، بنتكلم في ايه في كوبايه. 1 2 3 ادي الكوبايه الثانيه. خلاص يبقى كده ايه مقدارنا. لا نحط بقى بقيه الكوبايه، بقيه الكوبايه الثانيه. اوكي كده احنا ايه مقدارنا سليم. نقلب 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 نقلب، نتاكد انها دايبه تماما اهو زي ما حضراتكم شايفين، لازم تدوب تدوب. اوكي ومعاها بقى، معاها مع التقليب المستمر. ها
وتعالوا نشوف اخبار الجلد ايه. طيب نقلب دي بقى. نقلب دي. خلاص انا كده في مرحله لطيفه. نشيل بقى. مضرب مضرب ونضرب نضرب. هي بس ايه ما تسهوش عنه يعني. اوكي ما تسيبهوش قوي يعني تسهوش عنه. خلاص يلا كل ده قرمش قرمش وبقى حلو قوي. خلاص انت كده جاهز. نشيل بقى دول كمان. خلاص نوطي بقى النار. اوكي يلا بدأت تتقل اهي زي ما حضراتكم شايفين. تديني الصوص الديمي جلاس الحلو اللي انا عايزه وتجانست تماما. اوكي كده الصوص الديمي جلاس مظبوط. هاخد بقى الكلام ده واصفي الدهون اللي فيه. اوكي اوكي يلا نحط بقى المرمريه. ونحط حته زبده صغيره. ونحط الدمي جلاس. بس. وجنبنا شويه ميه عشان الدمي جلاس ما يقفش تاني. يلا يلا هنعمل ايه؟ هنعمل كده برضو هديها لايك فنجان ميه فنجان قهوه يعني. اوكي علشان لسه هتقعد هي في الكلام ده لايك 3 دقايق. هنا بقى هنحط شويه زبده كده اهو تسيح. وانتي على مهلك. وناخد الخضار السوتيه بتاعنا. بس تسيح الزبده. تسيح ها؟ ما تخلوهاش تتقدح عشان ما تسودش. بس هي تسيح. هنحط كوسه.
جزر وبسلة وفاصوليا جميلة جدا. يلا هنقلب دي مثلا بإيه مثلا؟ بدي. اوكي طبعا كله مسلوق والكلام ده كله، بس انا ايه بلفهم بس في الزبده لفه كده في الزبده وخلاص. ثانك يو فيري ماتش. هي الزبده ساحت، هم لفوا فيها لفه خلاص، وهغرفهم على كده خلاص. يبقى انا كده جاهز اغرف. نقفل دي بقى ودي تمام. اوكي يلا نغرف. ناخد كده والله كده لطيف علشان يبقى فيه صوص كده راسخ كده. طيب هنجيب بقى سكينة كبيرة شوية كده اهو، وناخد هذا المقرمش نكسره خالص خالص. نتيجة نشيل بقى الكلام ده. وبرضه نشيل الكلام ده، نروق الدنيا بتاعتنا. اوكي وده كمان. يلا اوكي زبدتنا هنا معانا، ده خلاص نقرمش بقى الكلام ده. سامعين صوت القرمشة؟ لطيفة أوي. يلا نغرف الفراخ ولا نستنى عليهم كمان دقيقة؟ طيب الله عايزين نحط الدومي جلاس من غير ما ايه نعمل مشاكل. ناخد دي مثلا ناخد الحرافيش دي. بعدين نحط بقى شوية ايه نحط اوكي بومبيوري بالزبده الجميله بتاعته كده على جنب. نحط عليه برضو دومي جلاس، شويه نونه، وبعدين ناخد شوية خضار سوتيه هنا اهو اهو كويس كده. نحط هنا شوية وهنا شوية. ثانك يو. وبكده نبقى خلصنا هذه الطبخة الجميلة. بعد ما ننضف الطبق بتاعتنا نقدمها. اوكي Mm-hmm.
اوكي. نطلع فاصل ثم نعود ونقدم بعد الفاصل. اقول لكم على شويه بطاطا احلى حاجه في الشتاء. اقابلكم بعد الفاصل، ابقوا معنا. اهلا بكم، وقد عدنا بعد الفاصل وقدمنا شويه فراخ، يعني حاجه لطيفه جدا جدا جدا، وطبعا جديده زي ما حضراتكم شايفين، وطعمها هيبقى رائع جدا مع الدومي جلاس والحدوته. الجلد بتاع الفراخ طبعا بيدي طعم مختلف جدا. هو طبعا يعني انا ما انصحش ان حد ياكلها يكون عنده كوليسترول، لانها يعني حدوته شويه زياده فيها. ها، حدوتة الجلد ده عادة الناس اللي بتعمل رجيم وعندها كوليسترول بنمسحهم ان هم يشيلوا جلد الفراخ. anyway، طيب هنعمل البطاطا مشوية عادي جدا، بطاطا مشوية او يا بتاع البطاطا دي نوعها بطاطتين مشويتين بس يكونوا حلوين كده كبار، تمام جدا معقول. القصة مش في البطاطا المشوية، لان هي بتتغسل كويس ومش عارف ايه والكلام ده كله، واللي فيها بالفويل ومدخلها الفرن عادي جدا، على بس فرن عالي ملفوف بالفويل وعلى فرن عالي، وتدوها ايه وقتها. اوكي، يعني مثلا ما هياش قصه يعني اللي عايز اقوله. اوكي، ممكن نحط حتى الثلاثه مع بعض، ممكن جدا كويس مثلا، يعني مثلا ونقفل عليها تمام وندخلهم الفرن عادي جدا. دي ما فيهاش فكره، ما فيهاش فن، هندخلهم الفرن وهنطلع اللي احنا عاملينهم في الفرن، ولا اقول لكم بلاش خليهم. احنا دلوقتي هنعمل الصوص الحدوته اللي هنعمله مع القصه دي. طيب اجيب بوله اكبر شويه عشان اخد راحتي في الخربطه مثلا. اوكي، معايا ايه؟ البطاطا اتكلمنا فيها، معايا كريمه لباني وعسل ابيض، ومعايا زبده فول سوداني. تمام، هنا بقى تجيبوا زبده فول سوداني بدون قطع سوداني في الريسبي دي. ليه؟ عشان نحط معاها بيكان. البيكان هيديني القرمشه اللي انا عايزها، والبيكان غير ال يعني البيكان طبعا الفرق بينه وبين الجوز انه اطول وريحته فيها تدخينه كده لطيفه كويس، فبيمشي مع الحدوته دي، خصوصا لما نحط عليها شطه وجوز الطيب واحط معاها كمون. فيري جود، حدوته طبعا. فهناخد القصه دي، هناخد زبده الفول السوداني كويس، واحط عليها العسل تمام. ايوه، ايه، عسل وكمون وشطه، مش مشاكل خالص خالص. الحقيقه الشطه مع الشوكولاته، الشطه مع العسل، الشطه مع الحلاوه، الشطه مع الحلو يعني بتبقى حلوه قوي كويس. الكمون ايرثي بيدي لك، لان هي البطاطا من الجذريات اللي هي الدرنيات، هي عبارة عن ساق درني مش جدر. اوكي، لأن لها أوراق ولها جذور بتطلع منها، والله أعلم قالوا لنا كده في ثانوي. اوكي، هنعمل ده كده مع بعض. فبما إنها إرثي ودرنية وبتبقى تحت الأرض والكلام ده كله، فيمشي معاها قوي الكمون، لأنه بيدي فليفر أرث إرثي أو أرضي. وأحط الكريمه اللباني ونخلط بقى، ونخلط. خدوا راحتكم، وبحاجه زي ما انا بعمل كده اهو تقدر انها ايه تتك عليها. اوكي، عشان مش عايز اقول لكم حطوها في الخلاط، لان لو اتحطت في الخلاط واتضربت او في الكبه وكلام من ده، او ضربتوها بمطرف جامد، ممكن قوي الكريمه اللباني تتحول منكم الى كريم شانتيه، وما تاخدوش بالكم من الدنيا وتقوم عامله زبده وباصت الدنيا. اوكي، لا انا عايزها صوصي كده، ونقلب براحتنا وناخد وقتنا، مفيش معانا مشاكل. اوكي، اوكي، شوفوا بقى الحركه دي بتخليها تنعم شويه معانا. مم.
جميل جميل. كده الصوص في حد ذاته رائع وجميل جدا وحلو وبتاع. لا انا هديله بقى شويه جوز الطيب، تعمل معاه شغل جامد جدا، واروما بتاعتها رائعه. الكميه على حسب الصوص اللي انتوا عايزينه قد ايه، علشان عندكم قد ايه بطاطا. انا عندي دلوقتي كوزين بطاطا عاملينهم اوريدي من في الفرن ومجهزينهم، هنطلعهم دلوقتي وايه ونعمل القصه دي مع بعض. وشويه شطه، دي بقى بمزاجكم بقى، حر قوي لا مش حر، ها كده يعني. كده انا جاهز، جاهزين تدوقوا، انا جاهز. يلا خليك انت على جنب. اوكي، البيكان حابب احطه زي ما هو او اكسره شويه بايدي على فكره، مش بال او يعني ممكن تعمله شويه متكسر بالايد وشويه او طيب سخنون سخنون شويه متكسر بالايد ممكن، وشويه في المضرب في الخلاط في بتاع ممكن يعمل ده. يبقى نغرف على طول، تعالوا نغرف على طول اهو. نفتح بقى الكلام ده، وانتوا بتقفلوا اي حاجه بتحطوها في فرن فويل تقفلوها عكس يعني كده اهو وكده اهو، دي كده ودي كده، عشان لما تعملوها كده تبقى مفتوحه على طول زي البونبون. اوكي يا ولد سحنون. اوكي يا سلام يا ولد. طبعا لو شوتوها من غير فويل طبعا حلوه وكل حاجه، انما هينشف الجلد بتاعها وهتكش من جوه لان هتفقد ميتها. هنا بقى هنعمل ايه؟ هنقوم قاطعين كده استنى انا عايز اخدها في حته، لما اقطع مبقاش فيها مشاكل. نقطع كده كويس، بعدين اجيب معلقه وبالراحه افتح كده. اوكي نفتح كده بالراحه مع بعض كده بالراحه نفتح. اوكي كده اهو برضو كده نفتح بالراحه. اوكي كده حلو قوي. بس ناخد بقى الكلام ده ونصبه صبا، ويصب صبا. لا انا عايز قبل ما اصب صبا انظف تنظيفا كده اهو. اوكي ننظف كده جنبنا عشان مش عايز الطعم ده يخش على ده وما بقاش عارف يعني ايه. لا خلاص ثانك يو، ده يخلص كده. تعالوا بقى هكذا. تدلق بقى يمين تدلق شمال، تطلع منها هنا تطلع منها هنا، كل ده حلو كل ده مفيش مشاكل ومقبول مقبول تماما. اهو اهو جميل. ممكن اعمل دي كده يعني بيكان بقى، حط لها بيكانيه هنا يعني بقفلها. اوكي ونقطع شويه بيكان كده اهو على الوش، خلي بيكان هنا كده وبيكان هنا كده مع برضو دي، نعمل كده. اوكي بيكانا اوكي هكذا. سلام نفتح كده نحطها، بس ما تزودوش بقى دنيا. ممكن تقدموا معاها شويه بيكان كده على جنب قال يعني. اوكي حلو قوي قوي، وممكن اعمل كده
حوالين ما يدور كده ايه، قال يعني ايه بعفر الطبق بس مش الشطه عشان اكثر الايه كده اهو تعفيره كده اوكي، وبرده تعفيره من الكمون. وتعفيره من جوز الطيب. اوكي. واقول لكم بالف هنا وشفا، حته بطاطا سخنه حلوه دافيه جدا وممتعه وطبعا حاميه عشان فيها شويه شطه وبتاع من ده في ليالي الشتاء رائعه. قابلكم ان شاء الله في حلقه جديده من برنامجكم طبخه ونص، اكلات جديده مبتكره فنيه افتكاسات. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من برنامجكم طبخه ونص، وابقوا معنا. Thank you.